من جانبها أكدت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية في مجمع السلمانية الطبي أكدت أن النجاح في هذه المرحلة من التعامل مع الفيروس يتطلب مواصلة الالتزام الجاد بالإجراءات الاحترازية والوقائية حماية لأنفسنا ومجتمعنا وبالنسبه الى كبار السن والاشخاص ال ال الاخرين الذين لديهم امراض كامنه تسبب نقص في المناعه هذا للاشخاص تكون الاعراض عندهم نسبتها جدا بسيطه في المراحل الاوليه ولكن تتطور بسرعه الى مراحل شديده وممكن تكون توصل الى العنايه القصوى النجاح في هذه المرحله كلنا يتطلع الى النجاح في هذه المرحله من انتشار الفيروس ولكن هذا المرحله تت... تتطلب تعاون الجميع. آه راح نركز على اربع نقاط هي اساسيه واحنا بدانا آه من بدايه الجائحه نتكلم عنها. النقطه الاوليه الاهم اللي هي آه بنسبه ومعرفه انتشار هذا الفيروس المتحور اكثر من الفيروس اللي كان منتشر في العام الماضي في 2020 هي جميع الاجراءات الاحترازيه هي نفسها. يجب الالتزام بها جميعا. الشيء الثاني هو التزام بالمبادئ الاساسيه واللي ذكرناها سابقا اللي هي غسل الايدي ونظافتها والاسطح، التباعد الاجتماعي، أن يعني يقتصر على محيط الاسره الواحده، وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت الاقبال على التطعيم، احنا نحتاج الى زياده المناعه في المجتمع عشان نقلل من انتشار هذا الفيروس في وسط المجتمع. النقطة الثالثة المهمة جدا، الالتزام وعدم الخروج من المنزل الا للضروره الشديده، وفي حاله احنا لازم نكون ونخرج نكون يلزم علينا الخروج من المنزل في حاله العوده الى المنزل ونلتزم بهذه الاجراءات لما يكون معنا كبار السن او اشخاص عندهم امراض كامنه. والنقطه الرابعه والمهمه جدا واللي واللي ذكراها سعاده الدكتور وليد وسعاده الدكتور مناف، هي التجمعات الابتعاد عن جميع التجمعات بجميع انواعها وخصوصا في هذه الفتره لانها راح تسهل على انتشار الفيروس وزياده الحالات القائمه ولا سمح الله زياده الوفيات